السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. اليوم هذا الفيديو درناه سبيسيالمون باش نهضروا على السفر لتركيا، كيفاش تقدروا تمشيو باقل تكلفه وتستافدوا لو ماكسيموم من السفر ديالكم وبلا فواياج اورغانيزي، يعني تمشيو بوحدكم. دونك غادي نتطرقوا لاول حاجه اللي هي الطياره. الطيارة غادي نحكي لكم على التجربة ديالنا حنايا كيفاش مشينا لتركيا من ا جوسكا زد. اول حاجة هي الفول من الاحسن تقطعوها قبل بشي 3 سمان هكاك، كطيحو في ثمن قليل وحضيو الاجمنة ديال لي فول بلابليكاسيون. كاين بليزيوغ ابليكاسيون اللي كيبينو لكم الثمن ديال الفول، والاجمنة راه كتراوح اونت 3000 ديغام تال 4000 درهم الي غوتور لتركيا. ابغى هادشي ريزيرفاسيون دوتيل، خصكم ضروري ريزيرفاسيون دوتيل اللي تقدروا ديروها غير من بوكينغ. يعني الا كنتو عوالين تمشيو حتى تما عاد تبرو على راسكم في الكرا ولا في لوطيل ولا في هذا، ريزيرفاسيون دوتيل ديروها غير في بوكينغ حيت كتانولا من بعد الا بغيتو وكتخلصوا عليها حتى ريال. سينو حنا ما درناش بوكينغ، حنا ريزيرفينا ديجا من اير بي ان بي. كاينين دي زابارتمون تما في اسطنبول كيتكراو بحال تقريبا احسن من المغرب، 250 لا نويتي فيها الواي فاي، يعني ابارتمون هوت ستاندينغ كاينه في اسطنبول، كلشي قريب ليها، طونسبور اي حاجه هي اللي كرينا حنايا. مشينا بداك الريزيرفاسيون، يعني دزنا بها في المطار. فاش نزلنا المطار ديال اسطنبول صبيحه كوكشن، بعد اول حاجه ما ننصحكمش تمشيو مع لي زاجونس فواياج اورغانيزي حيتاش غادي تقام عليكم غلا وما غتستافدوا حتى شي حاجه، وغادي امبوزيو عليكم انكم هما يديكم في ديك البلايص فين بغاو هما. وحنا اختارينا طريق واحد اخرى، يعني قدينا براسنا تكلفنا بكل شيء بينا حنايا، ما خدينا لا غيد لا اجونس لا حتى شي حاجه. ما علينا، وصلنا للمطار ديال صبيحه كوكسن في اسطنبول. من بعد فاش وصلنا ديك الساعه كننصحك انك تصرف غير واحد 40 اورو هكا 40 اورو ولا 50 اورو، حيتاش في المطار تيكون العمله هابطه، يعني غادي تضيع الا صرفتي كلشي غادي تضيع. يعني من الاحسن صرف واحد 50 اورو ولا 40 اورو غير باش تسلك من المطار باش تمشي للسونتر فيل ولا فين عندك لوطيل ولا فين. سينو صرفنا داك القدر الصغير باش خلصنا لاكارت ديال ترونسبور، حيتاش اون فوا كتخرج من المطار عندك واحد الكيشي كتمشي كتخلص فيه 100 ليره ولا 20 ليره ولا 10 ليره غير باش كيعطيوك داك لاكارت، يعني معبئة بداك الشيء اللي خلصتي. داك لاكارت كتمشي فيها في البيس، المترو، في الترامواي، في الباطو، في كاع في بيس كاع ترونسبور ديال تركيا كامل من غير الطاكسيات. وياكم الطاكسيات نارية بزاف، انا عاود لكم واحد تقولي باش تقولي بنا لا اله الا الله. ما علينا دابا نجيبها لكم من بعد. بون كتاخذوا داك لاكارت كتلقاو الهافا بيس تما، هو اللي تيديكم حتى للسونتر فيل حتى التقسيم تما. خلاص كاين لي زوتيل، كاين بزاف الحوايج. تقولي با نعم السيادة اللي تقول منها هي فاش نزلنا في التقسيم لابارتمون اللي كرينا من هذا من اير بي ان بي ما عارفينش لادريس اكزاكت، يعني اول مره غادي نمشيو لاسطنبول ما عارفين حتى شي حاجه تما. المهم شدينا الكار من المطار حطنا في تقسيم هبطنا، شنو درنا شنو غنديرو ما علينا ما هذا، شدينا طاكسي مع الاخر عيطنا له قلنا له راه حنا وصلنا، صيفطنا له لادريس باغ ميساج ما قالش لينا باللي راه كاين البيس ولا شي حاجه. المهم هو قال لنا شدو طاكسي وراه قريب ما بعيدش بزاف. هي هذيك شدينا طاكسي بقى شي دور بينا في الدروه داكشي غريب. اكتشفنا فاش وصلنا ان ميم با واحد 2 كيلومتر ديال الطريق بين داك البلاصه اللي كنا فيها
والبلاصه فين كاينه لابورتمون. من بعد يعني لا غد ليه من تدست مده يعني عاد عرفنا بلي راه هذاك السيد راه غير تخلى علينا في الطريق وصافي. نظركم شحال غادي يقول لنا؟ هاي من هنا لهنا 2 كيلومتر في البلاصه تمشي لها على رجليك توصل. شحال قال لي؟ 60 ليره. 60 ليره اللي خلصنا وهي اول تقوليبه تقولبنا نهار حطينا رجلينا في تركيا. كانت اول تقوليبه واخر تقوليبه الصراحه. يعني الطاكسي هي اللي ما كناش عارفين ما درناش بحسابها ما كناش عارفين ان الطاكسيات ا اي في تي في تركيا نهائي. سينو راه كاين ترونسبور فيما بغيتي تمشي كاين ترونسبور وعلى راس كل دقيقه يعني ما كاينش روطار ولا داكشي عندهم منظم بزاف تبارك الله عليهم مالين في بلادهم الصراحه. وصلنا الطاكسي تلاقينا السيد من لابارتومون طلعنا لابارتومون الصراحه نقيه غزاله داكشي مودرن 250 درهم تنقول لكم 250 درهم لانويتي و شفتي شكريها في الشمال يقولوا لك 350 400 درهم حالته باش نكونوا واقعيين يا بالكم في التيراس فيها كلشي زعما كاع داكشي اللي تقدر تحتاج في الدار كاين وصراحه كان البرد وكتدخل للدار كيجيك الموت ديال الصهد لان فيها الشوفاج وكتحس براسك بحال راك في الصيف. هذيك في اي دار عندهم تما دايز ليهم الشوفاج دايز ليهم في الحيط يعني مع البنيتي تبنى ما داكشي. دونك كي وصلنا كان الليل ديك الساعه كنا مازالين بالعشاء بغينا نتعشاو دونك هضرنا معاه كان قال لنا فاش تسالي وهنا لتحت الا احتاجيتو شي مساعده افكتيفمون هبطنا عنده قلنا له عافاك بغينا نتعشاو وبغينا شي حاجه نذوقوها ديال التواركا زعما شي حاجه اللي تقليديه شي حاجه معروفه في تركيا يعني ما غاديش شكلها في اي بلاد. دونك كان اقتراح ديالو واحد الاكله اللي هو شكرها لنا قلنا راه ما يمكنش شي واحد كيجي عندي وما نديهش ياكلها وما كتعجبوش هي شنو كوكوريتش. كوكوريتش هي كوكوريتش كوكوريتش هاد كوكوريتش هادي هي ننصح اي واحد حط رجليه في تركيا يمشي يقلب عليها ياكلها. مازال دابا باش نقلب عليها هنايا تنشوف شي طريقه باش نصوبها باش داك المذاق خطير عنده. لا ما كيهضروش عليها زعما ما تيهضروش عليها بزاف دابا لا بليبار دي فلوغ اللي كتشوف دي فيديو في يوتيوب وهذا يعني اي واحد في تركيا راه ما عمري شفتو كيهضر على هاد الماكله ماشي ما كيهضروش عليها بزاف ما عمري شفت شي فيديو شي واحد تيهضر على داك الاكله ولكن راه غزاله زعما الصراحه اكله خاص انا غنشوفو في لا فيديو وغتشوفو الطريقه كيفاش كتصاوب غنوريها لكم في لا فيديو نحطها لكم حتى هي وهي شنو مكونه باش فيها هي مصوبه بالمصارن المصارن كيديروا في وسط منهم شي حاجه يمكن كفته يمكن ما كنظنش كفته المهم شي حاجه يمكن واحد كبده واحد الحديده حديده بحال هكا ملويه بالمصارن شي بزاف حتى كتولي غليظه بحال هكا المهم عامر بشي حاجه ما عرفناش شنو هو داكشي ما بقيناش ناكلو بعد الليل كتبقى الشاورما كتبقى تدور في هكا على العافيه وكطيب دونك فاش كتجي كيقطع لك هو شويه منها وكيدير معاها وقيله فليفله مطيشه كيدير هكا البهارات ديالهم وكيديرها لك في الخبز ولكن كيرافقها لك مع واحد المزيودات حارين مزيودات يا ما كاينينش هنا والله ما تلقاهم كاينين تما فقط كاينين بزاف صغيورين وصغار والمذاق ديالهم هائل تيجيو معاه يعني داك الساندويتش ما تشبعش منه. فمن داك النهار ولينا شنو نقول لكم مدمنين على داك الكوكوريش ما كاينش شي نهار ما كليناش فيه شحال شي 15 زعما كاع تغدينا العشاء كنفكروا فيه خصنا نمشيو ناكلو يعني ضروري ديك الاكله ما خلات بلاصتها صراحه والثمن ديالو حتى هو زوين 7 دراهم. كنا كل نهار كنوضوا الصباح كنفطروا على كنوضوا الصباح بكري كنوضوا نفطروا على برا من تما وحنايا في الزنقه حتى الليل عرفتي راه النهار كامل كنغليو ما كنخليو حتى بلاصه وزعما واحد كنجيو عيانين بحال قلتي مغامرات يعني كنكتشفوا راسنا عندنا التليفون فيه واحد لابليكاسيون اللي هي خطيره بزاف دابا نخليها لكم حتى هي في الفيديو عاونتنا بزاف ولا هنا المهم ديال ترونسبور اي نحطها لكم هنا اي بلاصه كتبغي تمشي ليها كتكتب سميتك كتعطيك لي زيتاب ديال التراجي اللي غدير لي زيتاب ديال التراجي بالوقت بكل شيء يعني ما غتحتاج تسول حتى شي واحد تتقول لك واش تمشي بالمترو ولا تختار تمشي بالبيس ولا المهم تتحطك في اي حاجه بغيتيها كتقولها لك وداك الشيء لابليكاسيون كتسهل عليك بزاف د الحوايج البلايص اللي غتمشي ليهم.
خلاص كنا في الليل تن بروغراميو لنا غد ليه شنو غنديرو، فين غنمشيو، شنو غنشوفو، شنو غنكتاشفو، شنو هذا. كنا واخا كنجيو عيانين تنقولو صافي غدا غنرتاحو، ولا غد ليه كتلقانا خارجين دايرين الساكادويت في الدار وغاديين، يعني ما دايما كتلقى راسك غادي ليه بغو غادي غير طالقة فين ما جات مرحبا. اسطنبول اصلا فين ما مشيتي كتمتع بداك المناظر ديالها والبلايص، كاين كيميتشاف كاين بزاف. من بين الحوايجات اللي شفنا، يعني بزاف الحوايج اللي شفنا الا جينا نهضروا عليهم راه ما غنساليوش الفيديو، كاينه واحد البلاصه سميتها جزيره الاميرات، كاينه شدينا حنا الباطون من بيشيكطاش، هاد البلاصه سميتها بيشيكطاش. داك الباطون 10 درهم، 10 درهم تيسافر بك، 10 درهم تتخلصها تيسافر بك، هي 10 ليره. تقدروا نمشيو في فواياج اورغانيزي تحسب فواياج اورغانيزي، فاش كنا تنسولو شحال وهذا تيقول لك 100 درهم، اللي تيقول لك 200 درهم، حتى 200 درهم. مشينا بيدينا برجلينا 10 درهم، سولنا اللي عنده فمو ما يتلفش، سولنا قال لك 10 درهم باش خلصنا، خلصنا بداك لاكارت اللي خدينا من 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 الكيشي اللي في المطار اصلا. تقريبا واحد الساعه الا ربع ديال الطريق، ما داكشي اللي غيكون ساعه الا ربع ديال الطريق هكاك 35 دقيقه 40 دقيقه، ولكن هانتوما تشوفوا في الفيديو راه نخلي لكم حتى هو غادي ومناظر زوينه وجزر قرابين ليك، شحال من حاجه زوينه نخلي لكم في الفيديو. وفاش كتوصل لهاد الجزيره معروفه ب ما كاينينش طوموبيلات، كاين غير لي بيسيكليت والماطر وتاهما قلالين، المهم اكثريه لي بيسيكليت كيتكراو تاهما، كتكرا مثلا 10 درهم الساعه كدور بداك الجزيره كلها تتكتشفها في ساعه عادي بها اللي بغيتي في حياتك. حنا راه ربطيناها قبل بقوت ما ربطيناها قبل ساعه صافي يعني صافي كتشفنا مناطق وعينا بيضاء على بيضاء كتشوف زعما كيفاش دايره ديك المدينه نقيه بزاف، شنو انا سميتها مدينه ديك الجزيره نقيه بزاف وزوينه فيها ما يتشاف. حتى الماكله كلينا تما ماكله زوينه بثمن رخيص، مع الجزيره كاين الحوت عندهم تما زوين، وخلاص الناس ديال 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 الجزيره هما مضيافين ومحبوبين وتيرحبوا بك وشحال من حاجه. المهم ابار سا مشينا فين مشينا، مشينا للاكواريوم. الاكواريوم خلاص ديال اسطنبول دخلها واقيلا جو بونس ما بقيتش عاقل بالضبط واش شي 60 شي 60 ليره بحال هكاك. دخلنا كاين جميع انواع الحوت اللي طيح لك على بالك كاين في داك الاكواريوم، وداك الشيء راه بزاف. اش منك يا روكان، اش منك يا لا بزاف بطريق كلشي بطريق ومالين في داك البلاصه واعره بزاف. شنو اخر مشينا الى بغيتو الرخاء، الرخاء كاين اسواق اسبوعيه، اسواق اسبوعيه كي مثلا كاين ديال الثلاث كاين ديال الاربع كاين ديال الخميس، وكل نهار في منطقه بحال المغرب، ولكن كل نهار كاين في منطقه كاين الحوايج الخاصين داكشي ديال الماكياج العطوره كلشي لي فاليز كلشي رخيص كلشي حوايج جدادين، اثمنه لا يعقل انك تصورها في بالك، داكشي راه ماشي قديم ولا راه جديد. ابا هادشي مشينا نشوفو داكشي اللي تاريخي اللي هو ايا صوفيا، مسجد ايا صوفيا. شي تاريخي ديالو صراحه داكشي زوين، يعني يستاهل واحد يشوف هي صوفيا واحمد سلطان. ومشينا حتى لبرج كالاتا، برج كالاتا حتى هو الدخله ديالو بشي 60 ليره حتى هو كتدخل عالي. المهم غنخلي لكم كلشي باش تشوفوه. حتى هو كتشوف زعما اسطنبول من الفوق يعني. من العلو ولكن العلو الا بغيتو العلو صراحه مشينا لاكبر مول، هذاك ياك مول، هذاك مول وفيه نطيحه الساحل فوال مول اونطو كاين في شيشلي، كاين مور المحطه ديال اوسمان بي كاين في شيشلي كتمشي
هذاك خطير بزاف. كتدخل المول تتسارع تتسالي هذا تخلص واحد جوبونس 30 ليره واقيلا ماشي بزاف معقدش. 30 ليره بحال هكا. واحسن وقيته تقدروا تمشيو ليها هي في الوقيته اللي مع المغرب باش تشوفوا الغروب تشوفوا الغروب وتشوفوا يعني اسطنبول في الضوء. ومن طوم فاش يظلم الحال كتشوفوا المدينه كيفاش مضويه كيفاش كيشعل الضوء كيفاش عرفتي راه واحد المنظر هائل. كيلعبوهم على الضوء بزاف يعني كتشوف مدينه الاضواء ما تسخاش تهبط صراحه. وبيان سور الضربات الصغيره تما. ودابا غادي نهضروا لكم على واحد السهره اللي هي زوينه, سهره البوسفور اللي كدار في وسط واحد الباطو في وسط البحر في الليل. من الاحسن تشوفوا شي اجونس اللي هي اللي تكفل بيكون. حنا شفنا واحد لاجونس كاينه في عثمان باي خلصنا 150 درهم الواحد وتيجيو عندك حتى للدار ترونسبور تيهزوك تيديوك للبلاصه فين كاين الباطو تدخل تتعشى 150 درهم فيها العشاء فيها الديسير فيها اتاي هذاك ضروري عندهم. ويمكن من 8 د الليل ياك حتى ل 12 8 د الليل حتى 12 ياك حتى 12 د الليل 12 ولا الوحده وقيله غتبقين هي نورمالمون الوحده ولكن حنا خرجنا في 12 يعني صافي 12 حيت بدات بكري يعني بصح. المهم 12 كتدخلوا لداخل وسط البحر فيها الموسيقى التركيه والعراقيه والسورية وكل شيء. المهم سهره دازت زوينه الحي هذا. دابا نخليو لكم فيديو اكستريم منه كان. ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وسولونا نيزيتي با اي سؤال حطوه في لي كومونتير غادي نجاوبكم عليه ومرحبا بكم اي معلومه نجاوبكم عليها على راس العين. وهنا غادي نكونوا سالينا لا فيديو ديالنا. تهلاو في راسكم. سلامه.